حث المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على تضافر الجهود الدولية لحل النزاع في السودان الذي مزقته الحرب. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص بسبب الصراع المستمر، مع فرار أكثر من 2 مليون شخص إلى دول الجوار. وقام غراندي مؤخرا بزيارة مخيمات اللاجئين ومراكز النزوح في كوستا بولاية النيل الأبيض بالسودان، حيث لجأ أكثر من 1 مليون شخص إلى المأوى منذ بدء الحرب.